السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة المشاهدين والمتابعين والمتابعات من كل أنحاء الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد محجو، مشرف كلوب حسين السودانيين، ليدر دي اس سي الإمام المهدي يونيفرستي، وممبر دي اس سي ستودنت كوميونيتي، وموديتر دي جي الخرطوم. طيب الليلة حكون معكم لايف مباشر على حاجة مهمة جدا لكل الطلاب اللي هم عندهم علاقة بالتكنولوجيز، أو المهتمين بالتكنولوجيا، أو اللي عنده تخصص في الـ AI الذكاء الاصطناعي، أو الحاسبات، أو حتى العلوم ولا عندها علاقة أو مرتبطة بالتكنولوجيا. هتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هو نادي الطلاب المطورين جوجل. يعني شنو الحاجة دي، ويعني شنو دي اس سي، وهي ذاته شنو، وهي اختصارته شنو. طيب همسك اللايف ده على 6 محاور. أول حاجة خلينا نعرف اختصار الحاجة دي شنو، يعني شنو نادي المطورين، نادي الطلاب المطورين جوجل، أو واللي هو اختصار لحاجة اسمها دي اس سي، واللي هي أصلا جاية من وين؟ جاية من Development Student Community اللي هو مجتمع الطلاب المطورين جوجل، أو أيضا يسموها ب Development Student Club جوجل اللي هو مجتمع أو نادي. طيب الحاجة دي أصلا هي مرتبطة بجوجل، شركة جوجل بتعمل المجتمعات دي، واللي هي الهدف منها ربط الطلاب اللي عندهم اهتمام بالتكنولوجيا، أو عندهم اهتمام بالحاسوب أو الـ AI، أو التخصصات اللي عندها علاقة بالـ Data Analysis اللي هو تحليل الداتا. فهي بتقوم بتربط الحياة دي كلها بأنه توفر ديهم براكتيكال، توفر لهم تدريب عملي على الحياة دي. ومن النعم على السودان أنه في 2DSC، يعني في فرعين من DSC في السودان هنا، اللي هو DSC الإمام المهدي يونيفرستي، وDSC الخرطوم اللي هو جامعة الخرطوم. طيب ومن النعم أيضا أنه الآن التسجيل فاتح للDSC، ممكن تتسجل إذا أنت مهتم بالتكنولوجيا، أو حتى مهتم بالذكاء الصناعي، أو حتى بتدرس AI IT تقنية معلومات، أو بتدرس إلكترونيات. فالحياة دي كلها إذا أنت عندك بها صلة أو عندك بها اهتمام، فالرابط أنا نزلته فوق في الوصف ممكن تقدم عادي، وإذا ما فتح معك ممكن تفتح الـ VPN وطوالي تقدم. طيب المحور اللي بعده طوالي، السبب اللي بيخليك انك انت تقدم في الدي اس سي، يعني الاستفادة او الدافع، خلينا نقول الدوافع اللي بتخليك انك انت تقدم في حاجة زي دي. اول حاجة لما نسمع بشركة جوجل ان هي ممكن اي زول هو بيعرفها، فحتكون هي شركة، يعني شركة عملاقة جدا، أي زول هو بيطمح أنه يكون جزء من الشركة. فالآن الفرصة هي متاحة أنك أنت تكون جزء من مجتمع جوجل اللي هو شركة جوجل، وتستفيد من الريسورس والتريننج، المصادر والتدريبات اللي بتوفرها شركة جوجل، وكلها باي فري، كلها بالمجان. يعني أنت بس مجرد ما تسجل وبعد ذاك تنضم للدي اس سي في الجامعة حقتك. طبعا انت ممكن تفتح فرع في الجامعة هنا في السودان في اي جامعة، لكن حاليا الفرعين الفاتحات هو جامعة الامام المهدي وجامعة الخرطوم. الاثنين دي انت ممكن تسجل عبرهم، حتى اذا كنت ما من الجامعة ممكن تسجل عبرهم، وبعد ذاك هم حيشتغلوا معك. طيب الحاجة الثانية بتخليك انك انت تقدم في الحاجة دي اللي هو السي في، يعني كونه انت تكون ليدر او تكون حتى ممبر دي اس سي ستودنت ديفلوبمنت ستودنت كوميونيتي،
الحاجة دي بتمثل لك يعني فارق في السي في، يعني بتخليك انك انت اذا قدمت لأي وظيفة سواء كان داخل او خارج السودان، بتخليك انك انت عندك قابلية انه تقبل للوظيفة دي، لانه الدي اس سي هو ما بس في السودان، لا هو جنرال على العالم كله، يعني العالم كله هو شغال بالدي اس سي وعنده فروع في مختلف دول العالم ومختلف جامعات العالم، يعني هو بيكون بس مختص بالجامعات، يعني ممكن جامعة اكسفورد، جامعات كبيرة وعريقة هي فيها دي اس سي، فكونه انت تكون من ضمن المجتمع ده فدي اضافة للسي في. تاني حاجة بتخليك تكتسب مهارات جميلة جدا، من ضمنها انه بتستفيد من التريننج، بتستفيد من التدريبات اللي بتتلقاها كونك ممبر في الدي اس سي، والتدريبات دي خلينا نذكر منها جزء من الأمثلة عشان تتضح الصورة. من ضمنها أنه أنت ممكن تستفيد، كان في تدريب أخذناه عن الديزاين ثينكين، يعني التصميم، التفكير التصميمي، كيف أنك أنت تعمل بلان وتعمل تفكير تصميمي لمشكلة ما وتوجد لها حل. تاني برضو من التدريبات كان في حاجة في المشين ليرنينج، في حاجة برضو كان في الديب ليرنينج، في حاجة كان في الجيت، حاجة برضو كان في الـ AI الذكاء الصناعي، فكلها هي تدريبات، يعني الناس اللي هم بيدوك التدريبات دي هم بروفيشنال في المجال اللي هم فيه، وفي ناس حتى هم مدربين محتمدين لدى شركة جوجل، وفي ناس طبعا هم بروفيشنال يعني في جامعات عريقة جدا في بريطانيا، فرنسا، أمريكا. فدي من الحاجات اللي بتخليك، الحاجات اللي بتدفعك انك تتقدم في المجتمع ده. طيب تاني برضو من الحاجات اللي بتخليك تقدم اللي هو التقنية، يعني مثلا لما انت تقدم او تخش كليدر او كممبر في الدي اس سي، الحاجة دي بتخليك انك انت تتعامل مع تقنيات ما كنت عارفها قبل كده، يعني مثلا في حاجة اسمها سلاك، في حاجة اسمها نوشن، في حاجة اسمها تاني، الحاجات اللي هي مرتبطة بتقنيات جوجل، مثلا جوجل فورم، الحاجات دي كلها هي تقنيات، لكن انت قبل كده ما كان عندك اصلا خلفية عنها ولا كنت عارف تستخدمها كيف، فدي بتخليك انك انت يعني مواكب التطور او مواكب التقدم اللي هو في العالم، فالحاجة دي متميزة جدا وبتخليك انك انت ماشي لقدام، يعني والله العالم هو ما حيكون فاتك بحاجة، لأنه كل العالم هو حرفيا في الدي اس سي، يعني الدي اس يعني كل العالم، أنا بقصد الطلاب اللي هم في الجامعات عريقة وطلاب هم عندهم علاقة بجوجل، فكلهم هم في المجتمع ده. طيب نمشي للمحور الثالث واللي هو بماذا تنصحني إذا قبلت كليدر أو كممبر في الدي اس سي. بنصحك بالصبر لأنه بتواجه كمية من العقبات بالذات هنا في السودان، معظم الشغل هو بيكون أونلاين لأنه جت الكورونا وكده، طبعا في إيفنتات ممكن تتمثل فيها السودان حتى تسافر خارج السودان، فدي برضو تجربة حتكون كويسة جدا، برضو من الإيفنتات إنه في إيفنت أنت بتلاقي فيه كل الدي اس سي ليدر، يعني قائدين الدي اس سي في الجامعات كلها على مستوى العالم، فدي قطع شك حتخليك انك انت عندك نتورك او عندك علاقات متميزة جدا مع اشخاص هم خارج السودان، واكيد بتضيف لك تجربة شخصية متميزة جدا انك انت تنفتح على العالم الخارجي. طيب برضو بنصحك انك اذا انت قبلت كممبر او كليدر في الدي اس سي، انك انت تقدر بقدر الإمكان تستفيد من الريسورس، تستفيد من التريننج، تستفيد من الحاجات اللي هم بيتوحوا لك ناس جوجل، تستفيد منها وتحاول تشاركها مع الناس تانيين، يعني أنا متأكد هم في ناس هنا في السودان ما عارفين يعني شنو دي اس سي، ما عارفين يعني شنو نادي المطور، نادي الطلاب المطورين جوجل، ما قبل كده كنا سمعوا بحاجة زي دي، فكونه انت تشارك معاهم المعرفة دي
فدي زكاة علم، يعني تنفع بها في الدنيا وفي الآخرة، هتكون حاجة جميلة جدا في حقك إنك أنت اتعلمت وفدت الناس بالتعلم. وده الهدف الأساس من جوجل دي اس سي، أنه هو يخليك متعلم بالتطبيق. يعني لما أنت تاخد دورة في الاي اي او المشين ليرنينج، التطبيق طوالي بيكون عملي، يعني ما يكون هو محاضرة وليكشر وكده وخلاص، يعني لا لا، بتكون حاجة عملية بتقدر تستفيد منها بصورة كويسة. طيب، المحور الرابع، الفائدة شنو؟ انه انا اكون قائد في الدي اس سي. يعني مثلا هو اما انت تقدم كقائد، يعني خلينا نقول لك شنو، يعني كمدير للدي اس سي في الجامعة حقتك، او تقدم كعضو دي اس سي في الجامعة حقتك. فالفائدة شنو انك انت تقدم كقائد؟ انك انت بتكتسب فن القيادة. يعني لما تاخد تجربة زي دي، انك انت تكون ليدر دي اس سي في جامعة مثلا في السودان او جامعة خارج السودان، بتخليك انك انت امام امر واقع، انك انت قدام يعني حاجة على مستوى جوجل، قدام حاجة يعني في حاجة اسمها السوليوشن تشالنج، اللي هو عبارة عن تحدي عالمي. كل الليدر في الدي اس سي هم بيشتغلوا على التحدي ده، فبتخليك انك انت في نشاطات او في ايفنتات على مستوى العالم، ودي بتضيف لك مهارة، وبتضيف لك تقنية، وبتضيف لك خبرة انك انت تنظم ايفنتات اونلاين على مستوى جوجل. بتضيف لك ايضا في السي في انك انت تكون ليدر دي اس سي. الحاجة دي اصلا ما سهلة، بالعكس فيها كمية من الصعوبات، كمية من التحديات ممكن هي تواجهك. طيب، المحور الخامس، كيف انك انت تقدم كقائد او كممبر، او خطوات التقديم شنو؟ الخطوات انك انت تقدم في الحاجة دي، انك انت تدخل على الرابط، الرابط اللي هو كان، او خلونا انا اقوم اشير لكم الرابط هنا في التعليقات. طيب، الرابط يا هو نزلت لكم تحت كده هنا في التعليقات، اللي هو الرابط ده انت بتخش عليه. بعد ذاك فيه طبعا كمية من الديتيلز، كمية من المعلومات هم دايرينها، حتى من المعلومات انك انت تقوم تصور فيديو مدته مثلا كم دقيقة، توضح فيه الدوافع عشان انك انت تكون ليدر كده. ما تستاءوا من الديتيلز كلها تحت الفورم، لكن دي عشان هم يقدروا يدوا الفرصة للزول اللي عنده مؤهلات اكتر. فانت بقدم مؤهلاتك اللي عندك، قدم. اصلا ما تقول انا والله اقل من المستوى، لا لا، قدم وان شاء الله يعني تقبل كليدر دي اس سي. ايضا من الملاحظات، الخطوات بتاعت التقديم بتاع الفورم، اللي هو اذا ما فتح معاك، انت ممكن تفتحه بالفي بي ان هنا في السودان. يعني تاني برضو من الخطوات بتاعة التقديم، انه انت لما انت يعني ترسل الفورم، بعدك هم بياخدوا زمن ان هم يراجعوا الديتيلز او المعلومات او الانفورميشن اللي كتبتها انت، بعدك يقيموها، بعدك حتى يرسلوا لك ان هم قبلوك او لا. ومرات هم بيحتاجوا ان هم يعملوا معاك معاينة بسيطة كده، بعدك هم يقبلوك ان شاء الله. طبعا اذا قبلوك كليدر دي اس سي، الحاجة دي ابدا هي ما يعني تاخد في راسك انها هي صعبة كده، لا لا، هما بيوفروا لك يعني هيلب على مستوى عالي، مساعدة على مستوى عالي جدا. يعني اي حاجة انت محتاجة هما ممكن يوفروها لك، يعني تصاميم جاهزة، سبيكر، بلان، خطط، يعني اي حاجة انت محتاجة ممكن هي تساعدك انك انت تبدأ.
فالحياة دي بتخليك انك انت ماشي لقدام بقوة جدا، بتخليك انك انت تخوض التجربة دي وتصير على انك انت تنجح كليدر دي اس سي في الجامعة اللي انت فيها. طبعا من الحاجات المحتاجين انه هي تعمم على السودان، انه يعني ما يكون مثل الدي اس سي هو حصرا على جامعة الإمام المهدي او حصرا حتى على جامعة الخرطوم، لا يكون حتى هو مفتوح اوبن لكل الجامعات اللي هي ممكن تكون في السودان، جامعة الجزيرة، جامعة النيلين، جامعة نيالا، اي جامعة سواء كانت طرفية او في العاصمة لابد انه الناس هي تحاول تغتنم الفرص دي، لانه بجد حتغير من مستوى المهارات، حتغير من مستوى القدرات، حتخليك انك انت زول مواكب وعارف انك انت بتعمل في شنو. طيب انا كده خلاص انتهيت من المحاور، بس باقي لي اخر حاجة اللي هو الاسئلة الشائعة، والاسئلة الشائعة قد ترد عند كثير من الناس او بتخليهم يترددوا، كيف انا اقدر اوفق ما بين الدراسة وما بين يعني قيادة النادي، او انك يعني لما نخش في الحاجة دي او الكوميونتي ده انا اقدر كيف اوفق ما بين الدراسة وما بينه. الحاجة دي بتكون على حسب جدول الزمنك انت للنشاطات اللي انت شغال فيها، يعني مثلا انت شغال في امتحانات، فبالتالي في البلان بتاعتك بتكون انت عارف انه بعد الامتحانات انا مفترض بعدك اتفرغ اعمل ايفنت في الجامعة او اعمل مثلا نشاط في الجامعة للدي اس سي، فبعدك على حسب البلان اللي انت بتخطها بعدك بتحاول انك انت تنفذها بصورة مطلوبة. من الاسئلة الشائعة برضو قد ترد انه الدي اس سي يعني هل هو مفيد لدرجة انه انا يخليني انا اقدم بالصورة الحماسية دي؟ ايوه جدا هو مفيد لدرجة بعيدة جدا، لانه هو بيربطك بناس عظماء وناس عابرين وناس يعني عندهم سكيلز ومهارات كبيرة جدا، فبخليك انك انت يعني بوسع عليك الدائرة بتاعت المعارف بصورة كويسة. اخر سؤال من الاسئلة الشائعة او ترد عن كثير من الناس، انه اهمية الدي اس سي في السودان شنو؟ اهمية الدي اس سي في السودان انه السودان هو كان محظور في الحاجات دي، فرفع الحظر ده ادى الى انه يكون في ريسورس مفتوحة لجوجل في السودان، من ضمنها دي اس سي، من ضمنها جي دي جي، والحمد لله برضو ادوهم اكسبت في الحاجة دي. فأهميته هنا في السودان بتمثل لك انك انت تكون قائد في دولة كبيرة زي دي في السودان، ودي اس سي الحاجة دي لأول مرة يعني يكون في فرع دي اس سي هنا في السودان، والأفرع اللي بدأت في الدي اس سي في السودان اللي هي الإمام المهدي وجامعة الخرطوم، فكون انت تاني تضيف جامعة تاني فدي أكيد حتكون محصلة كبيرة متميزة جدا من محصلات الدي اس سي في السودان، وأكيد حتكون لك يعني إضافة كويسة جدا في السي في، حتكون لك حاجة كويسة جدا إنك انت يعني تلقى فرص لشركات وظائف، لأن كتار هم كانوا ليدر دي اس سي توظفوا في شركات كبيرة جدا. ده ليه؟ لأن هم طلعوا للعالم، يعني بقي عندهم خبرة أو انفتاح لشركات كبيرة إن هم يتكلموا معاها، يتناقشوا معاها، بيشوفوا الاكسبيرينس أو الخبرة بتاعة الزول ده هو شنو، فبتفتح لك فرص للوظائف بشكل مميز جدا وبشكل كبير جدا. لغاية هنا أنا أكون انتهيت من المحاور بتاعتي، فإذا في أي زول عنده أي سؤال يحاول يسألني هنا في الكومنتس. طيب طيب إذا في أي سؤال ممكن تسألني هنا في الكومنتات. طيب في سؤال قال لو أنت يوم ما بتقرأ جامعة
طبعا يوم ما بتقرأ جامعة يفضل انك انت تقدم ما هو هي في النهاية ده الطلاب عموما، يعني سواء كان طلاب ماجستير او دكتوراه او طلاب في مرحلة ابتدائية او متوسط، فهي بتخل اذا انت قدمت عبر جامعة يعني خرطوم او المهدي، بعدك ناس الجامعة هم على بيشوفوا انه انت انترستنج في الحياة دي ولا لا، فممكن عادي انت تقدم عبر جامعات وتكون من ضمن الجامعات اللي انت في حتى ولو ما فيها يعني. لكن انت اذا قدمت كديدة دي اس سي لابد انك تكون في جامعة يعني، لكن كممبر ممكن عادي انت تكون ما في جامعة يعني، حتى تكون بتدرس ثانوي بعدك انت مقبل على الجامعة، فالحياة دي هي available او متاحة يعني. طيب سؤال تاني، طيب موضوع الخرائط، موضوع الخرائط انت بتقصدي الديزاين ثينكين ولا بتقصدي شنو بالضبط؟ طيب اذا في سؤال بخصوص اللايف ده اللي هو بيتكلم عن نادي الطلاب المطورين جوجل، نادي الطلاب المطورين جوجل عبارة عن نادي بيهدف إلى تعليم الطلاب على مستوى العالم مهارات التقنية والمهارات اللي عندها علاقة بالحاسوب، مهارات عندها علاقة بالذكاء الاصطناعي، مهارات عندها علاقة بالماشين ليرنينج الديب ليرنينج كل الحياة دي. طيب قد مساهمتي في الخرائط هل بيكون فيها فائدة من وراها؟ إذا أنت بتسأل من مساهمتك في الـ DSC اللي هو مقصود به نادي الطلاب المطورين جوجل، فأكيد هي بتحسب لك أنت في CV أنه مثلا في النشاط الفلاني شاركت بالحاجة الفلانية، والحاجة دي أكيد فيها شهادة وفيها يعني إضافة حقيقية يعني، سواء كان على مستوى المهارات أو حتى على مستوى الشهادات يعني. بالنسبة للأستاذ حبيب الله قال لماذا تم ربط هذه برامج بالجامعات؟ والله للأسف لأنه العنوان أو النادي ده هو مخصص للطلاب يعني DSC Development Student Community، وفي الكوميونتي ذاته يونيفرسيتي يعني مختص بالجامعات، لكن في حاجة تانية برضو هي من مجتمعات جوجل اللي هي اسمها جي دي جي اللي هو جوجل ديفلوبمنت اللي هو بيختص بالطلاب على مستوى الشرائح، يعني ما بتكون محصورة بس على مستوى الجامعات، لا بتكون اوبن مفتوحة على مستوى على مستوى الطلاب سواء كان طلاب في الابتدائي الثانوي سواء كان طلاب في الجامعة ما بعد الجامعة، فالحي هي available أو متاحة يعني. طيب إذا في سؤال تاني الناس ممكن تسأل، إذا في سؤال الناس ممكن تسأل تقريبا ناخد 1 minutes دقيقة واحدة للأسئلة. بنتكلم نحن عن نادي المطورين، نادي طلاب المطورين جوجل اللي هو الدي اس سي اختصار ل Development Student Community أو كلامب، اللي هو نادي بيعنى ويهتم بتطوير مقدرات الطلاب في الجامعات بالمهارات التقنية والتدريب العملي سواء كان في الذكاء الصناعي أو تعلم الآلة أو الحاسبات أو الـ IT خلاف من المهارات التقنية اللي عندها علاقة بجوجل. طيب أعتقد كده أنا أكون انتهيت، وإن شاء الله يعني اللايف يكون مفيد لكل الناس اللي شاهدونا وتابعونا والناس اللي حيشاهدونا، وطالما استفدت أو اللايف هو كان بالنسبة لك مهم فشارك المعرفة دي
الناس هم ممكن يستفيدوا منها بصورة كويسة جدا، ونطمح لأنه يكون في أكبر عدد للدي اس سي في السودان كليدر أو كممبر، لأنه الحالة كويسة جدا وبيستفيدوا منها بشكل كبير وهائل. إلى أن ألقاكم في لايف آخر، أستودعكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.